الله الرحمن الرحيم. واحد اثنين ثلاثة أربعة، من ضمن أكثر من 20 قطة. بسبب الطقس اليوم بارد جدا وتأخرنا في الوقت، ولكن أعتقد مع الوقت راح يشوفونا ويأكلوا إن شاء الله لكي يأكلوا شيء من الطعام إن شاء الله. ذلك بسم الله الرحمن الرحيم. تفضلوا، أنا أعدهم من المرابطين. أتواجد في المسجد الأقصى المبارك من تقريبا من سنة 1971، وذلك الفضل من الله. بدت من قطة واحدة ثم الثانية والثالثة والرابعة، حتى في أيام كان يصل عدد القطط أكثر من 40 قطة. الله هو المطعم، لست أنا سبب فقط، لذلك الله سبحانه وتعالى أكرمني بهذا الشيء. أبو هريرة، قصة أبو هريرة مشهورة، حيث سماه الرسول عليه الصلاة والسلام أبو هريرة حين كان له قطة يداعبها ويلاعبها، ولم ينكر ذلك عليه صلى الله عليه وسلم. من هذا الباب أنا أحب أن أكرم هذه القطة. أيام اللي حينما كنت مبعد من المسجد الأقصى ممنوع الدخول، كنت أوكل أصدقائي لي وكنت أعطيهم اللحمة والطعام الخاص للقطط والعصافير، وكانوا يقومون بالدور الذي كنت. والله سبحانه وتعالى، يعني هل يمكن أنه خلقهم ما لم يطعمهم؟ ربنا اللي بيسر لهم الأمور إن شاء الله. هذا أحد الإخوان اللي يساعدني في يأتي بالطعام للقطط كما ترون. يأتي كل مرة يساعدني، أملي جيبتي من الحلوى، وكل من يلاقيني في الطريق أعرفه ولا أعرفه أعطيه وأقول له قل لا إله إلا الله أو أصلي على النبي. وحتى الناس تعودوا من بعيد خلاص يعرف إنه سأعطيه شيء. من بعيد.
كنت ألتمس هنا في بيت المقدس نادر ما أرى رجل أو شاب أو أن يطرح السلام، أن يقول السلام عليكم. أما اليوم بعون الله وفضل الله من بعيد، السلام عليك ورحمة الله وبركاته يا شيخ، ويعني سنعطيه شيء من وأضع على وجهه البسمة، ولعلها تكون سبب لهدايته إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا شيخ المبعدين حياك الله. يا مرحبا يا حبيب المسجد الأقصى المبارك. أهلا أهلا الله يخليك. كيف حالك؟ الله يسعدك. الله يثبتنا إن شاء الله يا رب. الله يخليك. الله يخليك. الحمد لله. هذا شيخ المبعدين أكثر رجل يبعد الحمد لله بشكل دائم، 90 يوم من الإبعاد عن المسجد الأقصى، وبفضل الله دخلنا والحمد لله إحنا في أمان ما دامنا في المسجد الأقصى ومع إخواننا وحبايبنا في الله. أخونا أبو أيمن حبيبنا وسيدنا وسيد المرابطين وسيد المرابطين الممول الوحيد للمرابطين بالشوكولاتة والحلويات. نسعد الله أنه يسعده في الدنيا وفي الآخرة ويجعل أيامه في الدنيا وفي الآخرة أيام حلوة وأيام سعادة وأيام إيمان وتقوى وقرآن. الحمد لله رب العالمين. الله يحميكم.